معنا من القاهرة إسلام عنان، أستاذ في اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، ومعي عبر سكايب من القاهرة دكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية. أهلا بكما ضيفي، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. أستاذ إسلام، رح أسألك السؤال البسيط، السؤال الذي يسأله ابن الشارع اليوم ومنتشر، وهو دائما يعني يطرح هذا السؤال في كل حالة من الحالات المشابهة التي أو لتلك التي نعيشها اليوم. هناك اقتصاد طبعا على الجانب الآخر مقابل يعني ما يجري اليوم من انتشار للأوبئة، يعني مصائب قوم لقوم، فوائد كما يقال اليوم. من الذي يتولى ويحمل على كاهله الإنفاق على إنقاذ البشرية من انتشار وباء معين اليوم؟ يعني كل هذه المعدات الطبية اليوم، هل هي شركات، هل هي مؤسسات، هل هي تتربح مما يجري، أم أن منظمة الصحة العالمية هي المسؤولة عن ذلك؟ ما ينفعش ان احنا نحط كل الحمل على منظمة الصحة العالمية. من يومين منظمة الصحة العالمية، وطبعا ضيفنا الكريم هيقدر يعقب الموضوع اكتر مني، طلبوا ان هم تقريبا محتاجين في حدود 600 مليون دولار للصرف على الحملة، من المسح الطبي والدياجنوستيك تولز اللي محتاجينها في ان هم يتبعتوا للبلاد متوسطة الدخل وقليلة الاقتصاد. لكن هو المسؤولية تقع على الفرد والبلاد والمنظمات العالمية كلهم. يعني الأفراد احنا مش محتاجين نخزن زي ما كان لسه تقرير بيقول أقنعة، بالعكس يعني الاستخدام الأقنعة مش محتاجينه إلا في الأماكن اللي فيها خطورة عالية إن ممكن يكون في إصابة بالفيروس. احنا لسه في بلادنا عدد الحالات قليل، مش محتاجين حالة الفزع، وإن احنا تقريبا معظم بلاد العربية احنا لا يوجد أي أقنعة طبية، كلها اتباعت، لان ده هيؤدي مش بس في موضوع الاقنعه، الاقتصاد كله ابتدى يتاثر بسبب الفيروس. احنا بنقول تقديريا في اول 3 شهور الصين مقدره الخسائر في حدود 60 مليار، خسائر مبدئيه 60 مليار دولار. احنا في الوطن العربي كان بيجي لنا في حدود نص مليون او 600 الف سائح صيني كل سنه، ودول اكتر سياح بيصرفوا فلوس. ده الموضوع ده واقف، احنا بنقدر الخساره بتاعت السياح الصينيين تقريبا في العالم بحدود 300 مليار دولار كانوا بيصرفهم السائحين الصينيين. الاقتصاد العالمي كله ابتدى يتأثر، سعر البترول نزل في حدود 12.5. فالمسؤولية مشتركة ان احنا نحاول نصلح شوية في الاقتصاد، ان احنا نقلل الذعر وحالة الفزع اللي موجودة، نحط الموضوع في إطاره الصحيح. وفي الآخر الدول هي اللي ليها دلوقتي الدور الأكبر، الدور الأكبر من حيث ان هو في حجم معلومات كافية. احنا للاسف دول الشرق الاوسط حجم معلومات قليله جدا، يعني الحاجه الوحيده اللي راحت لمنظمه الصحه العالميه هي 5 حالات من الامارات، لكن ما فيش اي معلومات بتطلع عن الحالات المشتبه فيها في مصر. عشان كده بنسمع اشاعات كتيره، وفي السعوديه احنا عايزين نضع حد للاشاعات بان احنا يبقى في تدفق يومي للمعلومات عن الحالات المشتبه فيها، حالات العزل، الاجراءات. لو زودنا المعلومات شويه هنقلل كمان الاشاعات اللي هي ممكن تأثر اقتصاديا على الحالة، وزي ما بيسموها كده البيردن، الايكونوميك بيردن على الكورونا فيروس. تمام، إلى أي مدى أستاذ عبد الناصر أو دكتور عبد الناصر، أشكر طبعا تلبية الدعوة من حضرتك وانضمامك إلينا يا دكتور، إلى أي مدى انتشار كورونا اليوم أظهر جانب العجز في منظمة الصحة العالمية؟ وأظهر أيضا بأنه لربما العالم هو غير مستعد لتفشي وباء من هذا النوع بهذه السرعة، لا يستطيع لربما التعاطي معه بسرعة. أولا شكرا لاستضافتي. علينا أن نطرح الأسئلة. المنظمة تعمل مع الصين ومع دول أخرى على المستوى العالمي للتأكد أننا نعتمد آليات للسيطرة على الفيروس كي نحد من انتشاره وتفشيه، ولكن هذا الفيروس هو فيروس جديد، نحاول أن نتعلم عنه المعلومات الضرورية خاصة فيما يتعلق بكيفية تفشيه. ومنظمة الصحة العالمية حتى الآن عملت بشكل وثيق مع الحكومة الصينية للحصول على كافة المعلومات لفهم ديناميكية هذا الفيروس المستجد. هناك أكثر من 31 ألف حالة في الصين وأكثر من 600 ضحية، ونحن في هذا المجال نريد أن نتمكن من توفير المعلومات الملائمة للدول الأعضاء. وكما قال الزميل،
من القاهرة، الأهم هو أن نقدم المعلومات الملائمة للرأي العام ليتمكن من حماية نفسه، وكل الحكومات تتحمل أيضا مسؤوليات تقضي بحماية المواطنين لتجنب المعلومات المغلوطة وكذلك الإشاعات الخاطئة. طيب. تمام، يعني إذا كنت قلت في البداية قضية عن قضية الأسئلة، يعني دعني أطرح الأسئلة يعني بالطريقة التي أراها مناسبة. دكتور عبد الناصر، لم تجبني، هل العالم غير جاهز غير مستعد للتعاطي مع انتشار فيروسي كبير من هذا النوع؟ هو سؤال مهم من دون شك، بمعنى أننا رأينا أن العالم ليس جاهزاً بالضرورة لمواجهة تفشي وباء من هذا النوع، لكن كل الدول اتخذت التدابير الملائمة للسيطرة على انتشار الفيروس، والمنظمة قالت إنه لا يمكن أن نكون دائماً على استعداد كامل لمواجهة وباء من هذا النوع، ولكن نفعل أفضل ما في وسعنا للحد من تفشيه ولإنقاذ حياة الناس. طيب، هذا صحيح، ولكن كان هناك الكثير، أعذرني أنا لا ألومك، ولكن أنا أسألك أسئلة مهمة اليوم يتم النقاش عليها في العالم العربي وفي العالم كثيراً. كان هناك حديث وتنبيه من جامعة جونز هوبكنز، كان هناك إشارة لهذا الفيروس. يا أخي، على مستوى الشخص البسيط يا دكتور، عندما ينظر ويتابع وسائل الإعلام ويرى بأنه على سبيل المثال من 10 سنوات كان هناك فيلم يتحدث عن فيروس شبيه بكورونا من الخفاش من ووهان في الصين، يعني هناك مؤشرات سابقة يا سيدي، وحتى لو كانت خاطئة، دعنا نأخذ جامعة هوبكنز، وقيل واستضفنا من جامعة هوبكنز هنا يعني أحد الضيوف والخبراء في مكافحة الأوبئة، وقالوا لم يكن هناك ربما أذن صاغية من قبل منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب. ما رأيك، هل نحن على استعداد اليوم أستاذ إسلام؟ هل العالم مستعد اليوم؟ هل يقلقك عندما تعرف بأن هذا هو الحال اليوم أستاذ إسلام، وعلى لسان الدكتور عبد الناصر، بأن العالم ليس مستعد بالكامل لهذا النوع من الانتشار الوبائي؟ هي المشكلة كلها في المفاجآت، يعني العالم إزاي هيستعد لنوع جديد من الفيروس ما حصلش قبل كده، حتى في فيروس كورونا سابق أن يبقى فيه فترة انكوبيشن أو فترة حضانة للفيروس اللي هي ما قبل ظهور الأعراض، ويكون في نفس الفترة دي المرض بينتقل من إنسان لإنسان. فدي كانت مفاجأة للعالم كله، تداركها ياخد وقت طويل. فيروس كورونا في السابق والسلالات اللي قبل الفيروس الحالي كان الشخص بيقعد في فترة حضانة للفيروس ما قبل ظهور الأعراض في حدود 7 أيام، لكن إن هو يقعد 14 يوم ما فيش أي أعراض وفي ال 14 يوم ينفع إن المرض ينتقل من شخص لشخص، أصبحت كل الإجراءات اللي بتحصل في المطارات، المسح الحراري الجدوى بتاعتها قليلة جدا، أصبح السيطرة عليها صعبة، خصوصا إن الأعراض تتراوح من أعراض برد عادية جدا، ممكن فيري مايلد الشخص تجيله ويخف. لذلك احنا عندنا تقريبا 1700 حالة اوريدي تم شفائهم، أو إن الأعراض تخش في التهاب رئوي وتبتدي الأعراض تبقى فيري سيفير. فبالتالي استعداد البلاد هي بتبقى غالبا على حسب التغيير والمفاجآت من الفيروس نفسه الجديد. أنا في رأيي الموضوع صعب جدا مش سهل، لأن الفيروس جديد، فترة الحضانة وفترة إن هو بيتراوح من برد عادي وأعراضه عادية هي أكتر حاجة صعبة في المواجهة. لكن اللي إحنا شايفينه إن إلى حد ما معدلات الوفاة لسه ثابتة في حدود 2%. إحنا عندنا دلوقتي الحالات اليومية في حدود من 3000 ل 4000. النهاردة أقل شوية، النهاردة النسبة دي قلت عن أمس، لكن إحنا لسه في ازدياد. رأيي هل إحنا مستعدين؟ عشان أعرف أجاوبك إجابة سهلة وبسيطة، الإجابة هي لا، إحنا ما كناش مستعدين، ولغاية دلوقتي ما عندناش استعداد كافي، لو عايز إجابة قاطعة يعني. الله يطمن بالك. إذن دكتور عبد الناصر، الحديث عن اللقاح اليوم، إلى أي مدى هناك تقدم في هذا الجانب؟ لربما أشرتم سابقا بأنه قبل نهاية العام لن يكون هناك أي يعني، أو حتى نهاية العام لن يكون هناك أي لقاح. هل هناك خطة واضحة؟ هل هناك تقدم في هذا الجانب؟ من الذي يشارك؟ كل العالم يشارك في البحث عن لقاح اليوم لكورونا أم من؟ نعم، كما قال الرئيس العام
المدير العام للمنظمة. نحن نعمل مع كل الخبراء والأطباء في الأكاديمية وخارجها لمحاولة تطوير لقاح ودواء. سيكون هناك اجتماع أيضا في الأسبوع المقبل بمشاركة المنظمة للمناقشة بالتطورات الحاصلة على مستوى اللقاح. نحن لدينا الكثير من التفاؤل، ولكن ذلك يتطلب وقتا. علينا أن ننتهز أي فرصة تسمح لنا بالتقدم في معالجة هذا الفيروس الجديد. والكثيرون في عالم الطب الآن يحاولون تفهم ما هي خصوصيات هذا الفيروس قبل التوصل إلى لقاح وإلى دواء. والمنظمة تعمل على التنسيق بين كل الخبراء على المستوى الدولي للتوصل إلى حل ناجع وإلى لقاح ملائم. وأنا أعتقد أننا سنصل إلى لقاح عما قريب. دكتور عبد الناصر، أنا أشكر سعة صدرك لأسئلتي، أشكرك جزيلا. عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية. أشكرك إسلام عنان، أيضا أستاذ الاقتصاديات للصحة وعلم انتشار الأوبئة من القاهرة. أشكركم جزيلا.